من هذه المنصة احتفل طلاب المدرسة الأهلية الوطنية في مشروع دمر بمناسبة انتهاء العام الدراسي، تضمن تكريماً للطلاب بحضور أولياء أمورهم. اليوم بالنسبة للأطفال عنا بالكيجي والصف الأول يعد يوم مهم جداً بالنسبة للطفل، هذا اليوم اللي بيتوج فيه الطفل كل نشاطاته خلال السنة ويشوفها مجسدة أمامه، فرحته بأخذ الجلاء، فرحته بالأنشطة اللي رح يعملها حاليا. فنحن نظمنا للأطفال عبارة عن احتفال مبسط، سمحنا لهم فيه أن يعرضوا بعض نشاطاتهم اللي هن عملوها خلال العام الدراسي. نحن كتير مبسوطين أنه الأولاد عم يطلعوا لعام جديد وخلصوا عام دراسي، وكان في تجربة كتير حلوة معهم هاي السنة، ونتمنى أنه السنة الجاية كمان يكون في تجارب أحلى. وبالنسبة أنا كأم وكمس كتير مبسوطة أنه في حفل تخرج هيك واهتمام بهيك بالطلاب من الدكتورة نوار الحريري، كتير كان اليوم حلو. كنا حاولين نعمل شيء مميز للأولاد الأطفال بهي المرحلة، لأنه هن مرحلة حساسة، يعني بيحسوا حالهم أنه رح ينتقلوا لمرحلة جديدة، فحبينا نعمل لهم شيء يضل ذكرى يعني ذكرى بأذهانهم. فهن يعني هن عاملين إنجازات كتير بالمدرسة، في عندهم أنشطة وفي عندهم أشياء كتير، فحبوا يقدموها ويورجوها لأهاليهم في بهذا الحفل. الحفلة اليوم هي حفلة التخرج نهاية السنة، أنا بنتي هون صف أول. طبعا مثل ما شايفين الاولاد كثير مبسوطين وكثير اجواء حلوه ورقص وهيك، يعني الولد انه بحاجه لهيك شيء، عرفت يعني خلال عام دراسي كان طويل، بحاجه لهيك حفله ينبسطوا هيك. مهما كان الطالب يعني بدل بحس انه في حاجز بينه وبين المدرسه بينه وبين المعلمه، بهيك مناسبات وبهيك حفلات بحسوا انه هني واحد منهم وهني من اهله، فكتير مهم يعني تصير هالتجمعات هيدي. الاحتفال تضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات والرقصات التي عبر من خلالها الطلاب عن فرحهم وسرورهم. أنا اليوم كتير مبسوط وخلصنا مدرسة. أنا اسمي آدم، عمري 7 سنوات، من الصف الأول، هذا آخر يوم في المدرسة، سنتخرج وسنصبح ثاني كلنا مبسوطون. اسمي هايدي، أنا في صف ثالث، مبسوطة اليوم بحفل التخرج، اليوم آخر يوم بالمدرسة. اسمي جينا، أنا صف أول، واليوم كتير مبسوطة لأنه اليوم حفلة التخرج. أنا اسمي ليا وصف أول، هلأ بدنا نتخرج حفلة التخرج. اسمي عبودة وأنا صف أول ومبسوطة بحفلة التخرج. اسمي إيلا، صف أول ومبسوطة كتير. أطفال اليوم شباب المستقبل الواعد الذي يكمل رسالة العراقة والثقافة عبر مسيرة العلم التي لم تتوقف في سوريا.